بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت من محبين تشيلسي فمش عايز اقولك تعمل لايك او تعمل سبسكرايب. الحاجه الوحيده اللي انا عايز اقولها لك من البدايه انك تروح تقول لكابتن ميلو تعالى كابتن ميلو متصدر البريمير ليج ناو. هقول لك ما هو معلش يعني لما ليفربول يلعب ولما توتنهام يلعب اقول له تعالى. انت كنت بتقول ان فرانك لامبرد هيتم اقالته في نهايه الدور الاول، تعالى بقى. مين متصدر الدوري دلوقتي يا كابتن ميلو؟ هو تشيلسي. ليه بقى؟ هتقولي ما هو تشيلسي الشهر اللي فات كان مستواه سيء، لعب قدام مانشستر يونايتد مباراه سلبيه جدا ولعب قدام تشيلسي مباراه سلبيه جدا. هقول لك عادي، ما احنا الكلام ده كنا متوقعينه. ليه؟ علشان خاطر من نهاية الموسم اللي فات بنقول يا جماعة أهم صفقة تشيلسي عملها هو حكيم زياش. ليه حكيم زياش؟ عشان خاطر وأنت بتلعب 4-3-3 عادي حكيم ممكن يلعب لك 4-2-3-1 وينزل يلعب صانع ألعاب عادي جدا. حكيم زياش لعيب مثالي جدا لمنظومة فرانك لامبرد، قلنا الكلام ده من وقت التعاقد معاه. فلما حكيم بيأدي الكلام ده جوه الملعب، لا حاجة تسقف لحكيم زياش وتقول استمر، عشان خاطر حكيم زياش فعلا من العناصر اللي بتفرق جدا مع فرقة زي تشيلسي. هتقولي كمان مع صفقة زي بنشيلو ناحية الشمال جامدة جدا وتيمو فيرنر صفقات جامدة جدا وكل اللعيبة الجديدة لعيبة جيدة، حتى كاي هافرتز اللي لسه لحد دلوقتي ما لعبش في مكانه الرئيسي وهو مركز 8 او ان هو بيلعب في 4-3-3 بيلعب ورا الجناح الشمال اليمين ما بيلعبش جناح. هتقولي الكلام ده، هقول لك تمام انا متفق معاك، بس حكيم زياش دلوقتي هو اللي بيديك التقل في ناحية اليمين وبيديك كمان التقل ان هو اي لعيب بيتزن وهو معاه الكوره ومش عارف يطلع بيها بيرجع لحكيم زياش. حكيم زياش خيار ممتاز جدا للعيبه جوه الملعب علشان خاطر يميلوا عليه. فحكيم زياش اضافه كان مستنيها فرانك لامبرت لما اتصاب منه قبل الموسم، كان فرانك لامبرت عنده مشكله عشان خاطر مين هيلعب ناحيه اليمين؟ ناحيه الشمال زي ما قلنا تيمو فيرنر اساسي فيها، والراجل بيعمل مجهود خرافي والراجل اداؤه ثابت ومستواه ثابت وارقامه كويسه جدا لحد دلوقتي، بس برضه تيمو فيرنر عليه ضغط كبير جدا. كاي هافرتز عليه ضغط كبير ولسه لحد دلوقتي قلنا ان هو ما بيلعبش في مكانه الرئيسي. فلما تحط كل ده مع المدرب عنده مشاكل في الاستمراريه، في استمراريه الاداء واستمراريه الخطط، هقول لك في مشكله. من مين بقى لك نحل كل المشكله دي؟ حكيم. يا اسطى حكيم زياش هو سوبرمان بتاع تشيلسي. عندك مانع؟ يبقى انت ما اتفرجتش على تشيلسي الموسم اللي فات ولا اتفرجت عليها مرحله قبل حكيم زياش. حكيم فعلا لعيب ممتاز جدا ولعيب مهم جدا للفريق ولعيب فعلا غير كتير جدا من اداء الفريق. مفيش مثلا حد كان عنده استعداد ان هو يلعب كروسات من تحت لموسم موت ولا ماتيو كوفيتش اللي بيديك 60 70 دقيقه بالظبط كان يقدر ان هو يعمل لك الحاجات اللي بيقدمها حكيم زياش. يعني حكيم لما لعب كروس الشوط الاول وقدر تامي ابراهيم يخطفها ويتصدى ليها حارس مرمى نيوكاسل كانت حاجه ما يقدرش موسم مونت يعملها، عشان خاطر موسم مونت معروف ان هو بيجري على الطرف بيحاول يرجع لورا ما بيعملش اي حاجه غير كده. فحكيم مش هقدر ان انا اقول لك عليه حاجات اكتر من كده لان عارف ان انت هتقول ان انا بطبل، عشان خاطر حكيم زياش ليه جمهور جماهيريه كبيره جدا. بس فعلا حكيم لعيب مهم جدا. لو رجعت لك برضه للشهر اللي فات وقلت لك مستوى الفريق كان عامل ازاي ودلوقتي مستوى الفريق عامل ازاي، هتقولي هو حكيم لوحده اللي فرق؟ هقول لك بصراحه المكسب بيجيب مكسب. انا كنت بستقل جدا بالجمله دي زمان لما بسمعها من اي محلل بيحلل مباريات، بس فعلا يا جماعه المكسب بيجيب مكسب والمكسب بيغطي كتير. مثلا يعني هتقولي النهارده كان في خطوره على مرمى تشيلسي الشوط الاول وكان في مساحات ورا نجولو كانتي اللي هي ورا الديفندر والاثنين مساكين وكان بيقدر ان هو جويلتون وماكسيميليان ان هم يستغلوها يروحوا هجمات مرتده. اقول لك حاجات عاديه الكلام ده في الفرق اللي معاها استحواذ اللي بتلعب 4-3-3 كانت بتحصل مع ليفربول برده نفس المشاكل ونفس الازمات. هي لما الكره تقطع من الديفندر كنت بتلاقي ان في مشاكل كان بيغطيها الراحل فيرجيل فان دايك، انما دلوقتي مفيش حد بيغطيها فبرده نفس المشاكل هي موجوده مع اي حد بيلعب بال 4-3-3. زوم بيقدم اداء ممتاز جدا، روديجر بيقدم اداء ممتاز جدا، تشيرول اضافه ممتازه جدا غير الهدف اللي هو ساهم فيه الهدف الاول. الكره ما فيهاش فاولات، الكره الراجل تقدر تقول ان هو خبط فيه بعد ما الكره جت فرنانديز المساك ودخل الجول. جميل انك تجيب جون في اول 10 دقايق قدام فرقه زي نيوكاسل، فرقه رخمه جدا 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 بالمدرب بتاعها. هم عندهم 5-4-1، 5-4-1 دي بتلاقي ان ستيف بروس بيلعب بيها قدام الفرق الكبيره، هجماتي مرتده، بلعب دايما ورا الديفندر، بلعب دايما بحاول ان انا استغل تقدمات الاطراف وبلعب وراهم. كان بيحاولوا يعمل الكلام ده الشوط الاول وفعلا راح، بس لما اتخطف في اول 10 دقايق كان الموضوع بالنسبه له صعب جدا. تشيلسي كان عامل استحواذ وتشيلسي كان مضيع وتشيلسي كان قادر ان هو يوصل مرمى نيوكاسل كتير جدا لحد ما بنوصل للشوط الثاني والمباراه بتبدا. برده يا جماعه تشيلسي لسه ماسك الكوره، برده تيمو فيرنر بيقدر ان هو ممكن اصنع اهداف لو انا مش موفق النهارده. اللي هو على فكره ان الفرود يباص الانفراد دي مش حاجه سيئه، هو في فراوده بيكون اليوم مش يومها فبتكون خايفه ان هي تضيع فالجمهور يزوم عليها او المدرب يزوم عليها او هي ثقتها تروح فبيحاول ان هو يضمن ويباصي. يعني اول كره جت لتيمو الشوط الثاني كان بيحاول يباصي لحكيم زياش بس الكره ما وصلتش وبيقدر المساك بتاع نيوكاسل ان هو يقطعها. الكره الثانيه كانت محتاجه فعلا باص ان هو يعمله لتامر ابراهيم عشان خاطر يجيب الهدف الثاني ويخلص المباراه من بدري كده. ونعرف ان المباراه لمينا الورق ولمينا على تشيلسي بيتصدر الدوري وراه فتره مؤقته، بس تشيلسي بيقول لك ان هو ماشي على الطريق الصحيح. يعني الاربع مباريات اللي فاتوا كراس 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 كراس
كانت حته كويسه قوي ان انت يعني ان بتوين اللي هو ما بين مانشستر يونايتد وما بين الماتش بتاع بيرنلي، كان ده كان كويس ان هو يديك ثقه، وفعلا الفرقه رجعت بثقه، الفرقه كسبت بيرنلي 3 جابت ثقه شويه، الفرقه راحت دوري ابطال كسبت رين، بعد كده رجعت تاني كسبت شيفيلد. اتمنى يا رب استمراريه، بس اتمناها من السنه اللي فاتت دي ان يبقى في استمراريه مكسب، استمراريه اداء حتى، بس مش طالب منك اداء على طول، انا مستني منك استمراريه، تلعب لي بخطه ثابته كل مباراه، تلعب لي بلعيبه ثابته. هتقول لي ما الفرق كده هيحفظوك، ما هو انت عندك شخصيه وعارف ان انت تستغل الاطراف بتوعك سواء حكيم او تيمو فيرنر، والاثنين كده كده في كل مباراه يكونوا جامدين جدا على الاقي دفاع بيلعبوا عليه، فما يكونش عندك اي مانع. اتمنى برضو ان انا اخي يعني احاول كده اشوف كاي هابرتس بيلعب مكان ماتيو كوفيتيتش، دي حاجه بتمناها يا اسطى. هتقول لي ليه؟ اقول لك ما كان بيلعب كده اساسا في باير ليفركوزن، هي حته ان هو يلعب صانع لعب صريح او حته ان هو يلعب جناح صريح دي ما كنتش محترمها بصراحه من فرانك لامبرد، بس هرجع اقول لك لامبرد يعمل ايه بقى اللي هو عايزه، كنا بننتقده اه بس ما كناش بنقول يعني ان هو هيتم اكالته في الدور الاول. واحلى تحيه لكابتن احمد حسام ميدو والهبد اللي بيهبده، مشيت معاك في حوار ما مشيتش قبل كده في حوار رياض وليستر سيتي وحلقت شعرك، دلوقتي بتمنى ان انت تحلق شعرك علشان خاطر الموضوع من هبدا هبدا فليتحمل ثمنها يا كابتن ميدو. ونتمنى ان الناس ما تعتبرش ان احنا بنطبل لحكيم، لان فعلا حكيم عامل اضافه كبيره جدا لتشيلسي، واتمنى لو انت بتقول ان انا سريع شويه في الكلام فمعلش يا اسطى، ورانا ماتشات كتير قوي النهارده ومش هتخسر حاجه يعني، تكمل معانا اليوم وتعمل سبسكرايب او لايك، ما العيب والحرام يحصل.